السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي بتاعت بتالباريمو بإذن الله. كما كتشوف صورك العنوان غادي نحضر معكم واحد البسبوسة اللي كتجي رائعة بزاف بدون سقي، كتجي بحالة مسقية رائعة، مكون متوفر في كل بيت، كتجي معلكة ولذيذة. كنتمنى تجربوها وتنال الوصفة الإيجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، واللي جربتها ما تنساش تخلي ليا شي تعليق، متنساوش لأول مرة كتشوف القناة ديالي تخلي ليا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة ديالي. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في المقادير 3 ديال البيضات، يكون من الحجم الكبير، كاس ديال سنيدة، كاس عامر ديال سنيدة، إلا كتبغي الحلاوة دير كاس ونص، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، وعندي حفنة ديال اللوز ما يعادل إلا 50 غرام، نص لتر ديال اللبن، وجوج خمارات، وسميدة رقيقة غادي نحتاج جوج كيسان ونص. أنا عندي اللوز كيما قلتلكم 50 غرام ديال اللوز، غادي نطحنو مزيان في الموليليكس حتى كيولي لنا غبرة. هاد اللوز كيعطي فيه واحد المذاق رائع بزاف، ما تحتاجوش انكم تنسموه ولا ديروا ليه شي مذاق بحال جواني ولا تنسموه بشي قشور، صراحه كيتجي لذيذة بزاف. هنا عندي تقريبا كاس ديال اللوز، انا طحنته بالقشور ديالو، ما محمرش نهائيا، خضر صافي. وغادي نخلطو مع المكونات. بالنسبة للبن، اي لبن متوفر عندكم، سواء اي ديال كرتونة او اللبن البلدي، اي لبن متوفر عندكم. انا بالنسبة للوز راني طحنتو مزيان. انا بالنسبة للسميدة كنضيفها، غادي جانا السميدة كنغرب لها وكنحطها في ديك البواطة. انا راه كندير جوج كيسان ونص ديال السميدة، كندير النواشف كاملين، ممكن ندير كلشي، ممكن تخلطوها بالميكسور، وممكن كيما تخلطوها غير هكاك غير بالفوي. كاس ديال سنيدة اللي كتبغي الحلاوة بزاف دير كاس ونص، انا هنا درت كاس كبير ديال العنبة كافية. بالنسبة للبيض، عندي 3 ديال البيضات حجم كبير، اللي عندو بيض صغير يدير 4، و كنخلطوه بالفوي. كنتجمو جميع العناصر كما قلت لكم، اللي ما بغاتش الفوي ممكن دير كلشي في المونينكس، دير كلشي دقه وحده. انا غنخلط هادشي كامل، عاد كنزيدو اللبن كما قلت لكم، اللبن اي شركه متوفره عندكم، اي لبن سواء ديال الحانوت ولا ديال ولا البلدي، غادي نزيدو كامل هاد نص لتر. انا راه ما درت ليه حتى شي نكهه، اكتفيت بالنكهه ديال اللوز، كتجي معلكة وما تحتاج انها تسقيوها نهائيا، كتجي بحال مسقيه ومعلكة. غادي كنخلطوها، كنزيد قبيصه ديال الملح، ديما الملح ضروري في الحلويات والمملحات باش كيخرج لينا اللوغو ديال العجين. هنا غادي ندير شويه ديال السميده باش نكب عليها، هاد جوج خمارات، جوج خمارات من فئه 16 غرام. صافي كنخلطو كلشي، راه كما كتشوفوا في الخريطه راه فيه ديك النقط البنيه ديال اللوز، لان اللوز طنطو بالقشور ديالو خضر،
والقوام ديال العجينة هو كيف كيجي، راه كيجي شوية بين وبين ما خفيف ما ثقيل. كما قلت لكم انا كفاتني 2.5 كيسان ديال السميدة الرقيقة. السميدة الرقيقة ضروري تغربلوها. بالنسبة للمول انا دهنتو بالزبدة وغادي نرشو بالسميدة، كانت هنا كاملة بالزبدة. اي مول ممكن تستعملوه، هذا ديال الزاج ولا ديال الالومنيوم ولا ديال الانوكس، اي مول متوفر عندكم. غادي ندير السميده وغادي نديرو الجوانب ومن تحت باش ما كتلصقش معانا. صافي دابا كنسوسوها وغادي ناخذ الخليط. كما كتشوفوا راه القوام ديالو، راه السميده كتشرب، كتخليوها واحد شويه كيولي القوام ديالو ثقيل واحد شويه غير بوحدها. خليتها تقريبا بما دهنت المول وانا كنخويها، صافي تشربت. كنديرها في المول يكون هكا يكون واسع باش هكا ما كتجيش طالعه بزاف. تقريبا في مول يكون فيه 30 سنتيم. انا هنا عندي المول ديال الزاج كبير، الا كان دائري ممكن ديروه في المول ديال 30 سنتيم يعني من الكبير باش كتجي شويه رقيقه. وبالنسبه في الفران هي ملي دخلتها الفران راه كنطش عليها غير من التحت 150 درجه. كنش عليها غير من التحت طاقه طيب وكتنفخ لينو كيتحولوا ليها للجناب. صافي كنش عليها من فوق كتحمر. بعد ما كطيب كندهنها هنا بالكوفيتور ديال مشمش، ممكن تهنوا باي حاجه متوفره عندكم، يا اما الكراميل يا اما اي مربى متوفر عندكم. غير كنهزها من الفران وهي سخونه كنسقيها. وبالنسبه للتزيين، اي تزيين متوفر عندكم، انا غادي نديرها اللوز بما انني درت فيها اللوز في العجينه، غادي ندير فيها اللوز كونكاسي من الفوق، كتجي رائعه بزاف صراحه. اللي جربتها ما تنساش تخلي لي كومونتير، ولا اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش دير لايك واشتراك وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد للقناه. انا هنا دنت مزيان بالكونفيتور ديال مشمش، سواء الكوفيتو ديال مشماش ولا الكراميل، جربتها بهم جوج صراحه كتجي رائعه بزاف، كتمص ديك الكوفيتور وداك الكراميل. كاين كراميل ديال كراميل منزلي زوين. بالنسبه لهنا اللوز، هنا اللوز كونكاسي كنرش مزيان. بالنسبه للتزيين، اي حاجه متوفره عندكم ممكن تزينوها بيه. وفكان هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. وهي بعد ما بردات وقطعتها، انا قطعتها مربعات صغار، وغنخلي لكم الطريف باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. انا هنا كيما كتشوفوا غنقطعها قطع صغيره. ما كتجي بصراحه رائعه بزاف، خفيفه ومعلكه. داك اللوز كيعطي فيه داك المذاق رائع بزاف، ما تحتاج بيه لا نكهات لا والو. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، ونخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.